السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد بالنسبه لفيديو ديال اليوم غادي تكون واحد الحلوه رائعه بخمسه اشكال مختلفه بنفس العجين اقتصاديه جدا وبكميه وفيره بالنسبه للي كتبغيها كتخرج بعجينه واحده بزاف ديال الاشكال فهاد الوصفه نتصحى فيها حيت فريمون كتجي لذيده كدوب في الفم زوينه بزاف المهم لو بغيتو تعرفوا الوصفه خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر وقبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول ليكم اشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو ما تسوش تفعيل الجرس وما تنسونيش باللايكاتكم اللي كيشجعوني باش يخليوني نزيد نكمل معكم في تنزيل الفيديوهات فيلا هون بدأوا الفيديو بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ غادي نحتاجو كاس ديال السكر كلاصي او السكر بودره ما يعادل مئة 150 غرام غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال الزيت غادي نحتاجو كذلك جوج بيضات يستحسن يكونوا بحراره المطبخ عندي ملعقه كبيره ديال خميره الحلويات وعندي سكر فانيلا ما يعادل تقريبا 14 غرام الا إيه ما عندكمش سكر فانيلا ممكن تعوضوه بملعقه صغيره الزهيرة ديال الفانيلا السائلة فهادو هما المكونات اما بالنسبة للدقيق فغادي يكون حسب الخليط يعني تقريبا تقدروا تحتاجوا حتى ل 600 غرام ديال الدقيق فكما شفتوا هنايا خدينا الزبدة اللي خصها تكون كما بحرارة المطبخ غادي نضيفوا لها السكر والفانيلا ونحاولوا اننا نخدموها مزيان مزيان حتى تولي على شكل كريمة او على شكل بوماد بهذا الشكل هذا بعد غادي اه نضيفوا لها اه جوج حبات ديال البيض اللي عندنا وغادي اه نضيفوا اه كاس الا ربع ديال الزيت اه زيت العاديه زيت المائده وما تنساوش البنات ديروا واحد القبصه ديال الملح مع الدقيق الدقيق الابيض اللي تكونوا غربلتوه أكيد يكون يعني نوعيه جيده اللي يكون يصلح انكم ديروا به الحلويات فغادي نخدم هذا مزيان مزيان ومن بعد هاد غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض بالتدريج حتى تجمع لي العجينه تقريبا انا خدات لي 600 غرام ديال الدقيق وكتبقى يعني الدقيق على حسب نوعيه يعني الجوده ديال الدقيق كاين اللي تقدر تاخد تاخذ لها حتى 700 غرام على حسب مهم غتبقاو تضيفوا بالتدريج حتى تجمع لكم العجينه اما بالنسبه لخميرة الحلويات ما غاديش نضيفوها دابا خليكم معايا ودي تعرفوا علاش هنايا من بعد ما جمعت لنا العجين كنحصلوا عليها بحال هكا غادي ناخذ منها واحد الكره هاد الكره اللي غادي ندير بها الصابلي ما غاديش ندير فيها الخميره حيت ما بغيتش داك الصابلي يجيني خامر او لا طالع عاد من بعد الكميه اللي بقت لي عاد غادي نضيف لها ملعقه ديال الخميره ديال الحلويات ملعقه كبيره ما يعادل واحد كيس ديال 7 غرام صافي غادي نحاول ندخل مزيان فيها هاديك الخميره وغادي من بعد نجيب هاد العجينه هذه وغادي نقطعها الى أجزاء. هكا بحيث انني غادي نخرج ان شاء الله خمسه ديال الاشكال بهاد العجينه هذه كما سبق لي انني خديت معكم واحد الكويره اللي غندير بها الصابلي وهاد الربعه هادو غادي ناخذهم نرجعهم في نفس القصعه اللي درت فيها العجين وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي نخليهم جانبا على ما ساليت يعني الشكل الاول اللي هو غادي نديرو صابلي يعني هذا اللي ما درتش فيه الخميره <applause> كنظن راكم تبعين معايا كلشي واضح هنا كما هاد الورق الخاص بالمطبخ غادي نوضع واحد الورقه لتحت من بعد نوضع العجينه في الوسط ونزيد واحد الورقه الفوق ونبدا نورق بهذا الشكل هذا باش نسهل عليا العمليه هاد العمليه كتكون افضل ما انكم ديرو الدقيق وتقدر تلصق لكم العجينه كتكون افضل صافي غادي نجيب قطعة دائرية بحال هكا او لا ممكن تستعملوا اي قطعة عندكم اي شكل بغيتو على حسابكم مهم هذا كيبقى صابلي عادي اللي غادي نزينوه من بعد نجي في الجناب ونبدا نحيدهم غير بشويه بمساعده واحد السكين ونوضعهم مباشره في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن اللي نكون مفرشاها بورق الزبده فغادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل جميع الحبات اللي عندي اما بالنسبه للعجين المتبقي فغادي نعاود من بعد نجمعو ونولي عاوتاني نشكل به واحد الدائره اخرى وندير به يعني نقطع حتى نكمل يعني جميع هاد الكميه ديال العجين اللي كنت خليتها للصابلي بعد ما ساليت كلشي درتهم في في الصينيه اللي غادخل الفرن غادي نشعل الفرن على درجه حراره 170 درجه وندخلهم يطيبوا غير شويه يعني الصابلي ما خصوش يتحمر بزاف او لا يعني يتحرق لكم يبقى عاد اللون ديالو ابيض ونخرجوا ودابا غادي نمروا باش نحضروا الشكل الثاني غادي ناخذ قطعه من العجين وغادي نبدا نشكلها على شكل دوائر مهم الحجم اللي بغيتوا وما تنساوش انكم ما تكبروش بزاف الدوائر لاننا ديجا دايرين الخميره فغادي يزيد يضعف شويه الحجم ديال الحلوه من بعد جبت واحد الزلافة ودرت فيها سكر سنيدة او سكر حبيبات وبديت كان أخذ هاد الدوائر هادو وكان دوزهم في هادك السكر سنيدة ومن بعد ما دوزناها انا جبت هادي العيبة هادي عندي بحال هكا هاد المدق هاد الخاص بالمطبخ فيه داك الشكل هادك, شكل هادك ندير به هكا شكيل ممكن ديروا اي مرشم يكون عندكم تستعملوه او لأي اي شبكه شبكه اللي كتصفيو فيها في المطبخ تكون يعني عندها دوك العينين ديالها كما كنقولوا كبار فممكن تستعملوها وديروا بها الشكل يعني الشكل اللي بغيتوا كيبقى لكم الاختيار فصافي غادي نبقى هكا نقادها ونضعها في صينيه اللي تدخل كذلك للفرن وندخلهم مع الحلوى الاخرى يعني يطيبوا على درجه حراره 170 درجه فانا كنتقى ما كملت واحد الشكل عاوتاني ندخلو للفران كنبقى غادا بحال هكا يعني كنصايب ونطيب آه الا بغيتو تصايبوها وحتى من بعد عاد كيبقى لكم الاختيار مهم انا كنبغي دغيا دغيا نزرب هنا غادي نديرو الشكل الثالث والرابع في نفس الوقت خديت بياض بيضه واحده خفقتها مزيان في هذاك التبصيل وهنا عندي رقائق اللوز كما شفتوا في هذه هاد الزليفه هادي وعندي كذلك الفول السوداني او الكاوكاو مهرمش بهذا الشكل هذا ادي اول شكل نديرو على شكل دائري بحال هكا وغادي ندوزو في ابيض البيض من بعد غادي ندوزو في هذاك الكاوكاو المهرمش او الفول السوداني مهرمش وغادي نجيب هكا واحد الهيبه بحال هكا ونشكل فيها واحد الثقب في الوسط او لا ديروا غير بالاصبع ديالكم واحد الثقب <applause> <applause> اما بالنسبه للشكل الرابع فغادي نصايب دائره بحال هكا وغادي نوضعو في بياض البيض غير من الفوق بحال هكا وندوزو في رقائق اللوز بهذا الشكل الموضح في الفيديو مهم بامكانكم ديروا الاشكال اللي بغيتو هادو فقط اقتراحات لاشكال سهله وبسيطه اي وحده فيكم تقدر انها ديرهم مهم غادي نستمر انا بنفس العمليه حتى نكمل جميع هاد الحبات اللي عندي باش نمروا للشكل الخامس والاخير اللي غادي نديروه في هاد الحلوه هذه غادي ناخذ هكا العجين نقطع بها واحد القطعه ونحاول انني نحرب لها بهذا الشكل هذا يعني نشكلها على شكل طولي غير بشويه حاولوا معاها تخدموا حيتاش راكو عارفين هاد العجينه كتكون هشيشه بزاف لان فيها الزبده والزيت فكتكون يعني هشيشه دغيا كتقطع معاكم وغادي نحتاجو هنايا في هذا الشكل هذا الكوك الكوك اللي هو جوز الهند المبشور بهذا الشكل غادي نوضع هكا شويه فوق من سطح العمل ونحاول انني ندوز عليه هاد العجينه هذه بحال هكا بحيث انه يلصق فيها بهذا الشكل الموضح في الفيديو ومن بعد غادي نجيب سكين وغادي نبدا نقطع هكا مرسويات بشكل مائل بهذا الشكل مهم آه ممكن تقطعوهم يعني عادي مستطيلات او لا تقطعوهم بشكل مائل كما درت لهم انا تنوضعهم مباشرة في الصينية اللي غادي تدخل الفرن وندخلهم حتى هما على درجة حرارة 170 درجة فهنا يعني الحلوه ديالي من بعد ما تصايبات هادو هما الاشكال اللي صايبنا كما شفتوا اشكال كثيره بعجينه واحده دابا غادي نمروا للتزيين هنايا خديت المربى كما سبق لي شاركت معكم في الفيديو اللي داز طريقه كيفاش كنصايبو كناخذ ملعقه ديال المربى انا عندي هذا ديال لي سويز ضفت له ملعقه كبيره ديال السكر سنيداس سخنتو شي شويه اما في الميكرووند او لا في فوق من لاطا وصافي وتبداو توضعوا في هذيك الحفره ديال الحلوى ممكن تعودوا المربى بالشوكولاته الدائبه دابا بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ شوكولاتة بالحليب اللي دوبتها في حمام مريم وغادي نجيب هذا الصابلي هذا غادي نحاول نلصق وحده مع وحده بهذيك الشوكولات ومن بعد الفوق غادي نوضع القليل من الشوكولاته وغادي نزينها بواحد الحبه ديال الجوز اللي هو القرقاع بهذا الشكل ممكن تزينوا برقائق اللوز تزينو بهذيك الشعريه ديال الشوكولات مهم تزين دائما كيبقى اختياري فغادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل جميع هاد الحبات اللي عندي بالنسبه لهاد الشكل هذا اللي درت فيه هاد الجوز الفوق اما بالنسبه لهذا اللي درنا فيه الكوك ففقط غادي ناخذ الشوكولاته بالحليب وغادي نبدا نوضع خطوط بهذا الشكل هذا يعني نزينها بهذه الطريقه ممكن تحتفظوا بها غير هكاك او لا تاخذوا النصف ديالها وتديروا النصف ديالها في الشوكولات كما انكم ممكن ديروا خطوط بهذا الشكل الموضح في الفيديو بالنسبة لهذه الحلوة اللي درنا لها الشوكولات ضروري ما تدخلوها للثلاجة واحد ربع ساعة حتى تجمد ديك الشوكولات عاد من بعد باش تحتفظوا بها في علب بالنسبة للعلب ضروري تكون محكمة الإغلاق ودائما توضعهم في واحد المكان اللي يكون بارد يعني في شي غرفة أو لا في شي بلاصة اللي تكون ما فيهاش الرطوبة أو لا درجة الحرارة كثيرة هكا باش تبقى لكم المد... الحلوة مدة طويلة فكما شفتوا هذه هي الحلوة دي لي عطاتني واحد الكميه كثيره وفيره جدا هكا اقتصاديه يعني ديروا عجين واحد وتخرجوا بها اشكال مختلفه حتى فاش كيجيو الضيوف مثلا ما غاديش يعرفوا ان هاد الحلوى نفس يعني الوصفه يقدروا انهم يتخيلوا انكم درتوا وصفات كثيره وانتم فقط خدمتوا بعجينه واحده هكا يعني مثلا الموظفات اللي ما عندهمش وقت انهم يحضروا يعني الحلوى يعني الله يحسن العوان كاين اللي خدامه ما عندهاش الوقت فممكن دير عجينه واحده العيد ودير بها اشكال مختلفه وها هي يعني قدمت للضيوف ديالها حلوه زوينه بزاف نتمنى ان هذه الحلوه تكون نالت اعجابكم ما تنساوش الى عجبتكم تشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديني ديروا الفيديو ببارتاج هكا باش يعني يوصل لجميع الناس ويستفادوا قبل العيد ان شاء الله اللي بغا تحضر شي حلوه تحضرها كذلك ما تنساونيش بلايكاتكم الكثيره اللي كتشجعني نقول لكم مع السلامه واشكركم مباركه مسعوده تدخل عليكم بالصحه والعافيه ونتلقى ان شاء الله في الفيديو المجي يلا باي باي بسلامه